اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله طاجن ام علي، اجمل واسرع والذ الحلويات اللي ممكن تعملوها، يحبها الكبار والصغيرين. تعالى اعرفكم على طريقه سهله جدا نعملها بيها. في البدايه كده هنجهز الطاجن او البايركس او الصينيه اللي هندخلها الفرن، وهدهنها بمكعب زبده، يعني هدهن القاع وهدهن الجوانب علشان ما تتزقش معايا اي حاجه، كمان الريحه تطلع معايا جميله جدا. وبعد كده هجهز معايا شرايح الملفي، ودي بنجيبها من السوبر ماركت، مش هقول لكم اعملوها عندكم في البيت دلوقتي لانها بتاخد وقت طويل شويه، لا اشتروها جاهزه هتسهل عليكم كتير. هنجهزها ونجيبها نكسرها كده زي ما انتم شايفين، ده شكلها هكسرها كده في الطاجن. لو مش موجود عندنا نقدر نستخدم بدلها جلاش، او اي لو عندك حتى كرواسون بايت في البيت، يعني بايت او قديم عندك شويه تقدري تحمصيه في الفرن وتستخدميه. بعد كده هضيف له شويه مكسرات بقى، شويه زبيب زي ما انا حطيت كده، لو عندكم شويه فواكه مجففه تقدروا تحطوها، لو مفيش خالص مفيش مشكله، بس يعني لما تديها شويه مكسرات بتعمل شغل جامد قوي جوه الطاجن ده بصراحه. بعد كده هقطع لها مكعب من الزبده، او احط لها معلقه من الزبده السايحه مفيش مشكله. كده حطينا الزبده وحطينا المكسرات، ونروح بقى للبن اللي هنسقيه، هنسقي الملفي بيه. معايا لتر من اللبن، حطيت له كوبايه الا ربع من السكر، وعليه 2 باكت فانيليا، حسب السكر زي ما انتوا حابين تزودوا شويه او تقللوا شويه براحتكم. هقلب بقى السكر والفانيليا كويس جدا في اللبن، ويا ريت اللبن يكون دافي شويه علشان اول ما ينزل على الملفي تشربه بسهوله. هقلب السكر بره لان طبعا مش هقدر احركه جوه الملفي. بعد كده هنزل بخليط بقى اللبن والسكر كده والفانيليا على الملفي لحد ما احاول اغطي الطاجن اللي معايا تماما على قد ما تقدروا، يبقى الملفي على وشه لبن علشان ما يتحرقش مننا تحت الشوايه ويديني لون جميل. انا اي حاجه طافت كده على الوش من الملفي هحاول اغطسها بالمعلقه لحد ما استوت بالشكل ده، وهحط على الوش بقى معلقتين كده من القشطه، القشطه الجاهزه او حتى القشطه اللي بتشيلوها من على وش اللبن لما نغليه، هتدي لون وريحه جميله جدا. هتدخل بقى جوه تحت الشوايه، مش هتدخل على الفرن لان هي اوريدي مستويه، فهنحطها تحت الشوايه حوالي 7 ل 8 دقائق كده، ما تغيبوش عليها. اول ما تلاقوها خدت لون ذهبي جميل الدرجه اللي تحبوها، يبقى كده جهز معانا اسرع طاجن ام علي، ما خدش مننا اي وقت، يعني في ثواني جنب الاكل نقدر نجهز الحلو ده. ريحته تجنن وطعمه حلو قوي قوي قوي، مش قادره اقول لكم لما تاكل كان طعمه عامل ازاي. بالهنا والشفا ان شاء الله لما تجربوه، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.